دانيال موداو رقم 9 وكابتن سانداو احمد المزاد. جول جميل جميل جول جميل جول جميل مش ممكن. سيد سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ ده انت سي السيد والله سي السيد يا سلام يا سيد عبد الحفيظ مش ممكن. الراجل ده نجم الراجل ده كبير قوي قوي قوي. بقول لك ايه استعباط مش عايز انا هنا صاحب الليله. انا اللي اقول لك تتفرجي على ايه وتاكلي ايه وتشربي ايه وتتخمدي امتى. انت مش طالعه رحله انت جايه تسكني هنا فاهمه يا بنت. مين صاحب الليله؟ انا صاحب الليله فاهمه والله. فجري وانت فين؟ انت مال اهلك؟ تعال عايز ايه؟ طب ما تخش تدفعي جوه. فين؟ هيكون فين؟ في الثلاجه. ماليش دعوه انا الراجل بيجيب لي الاكل. انت ابوكي كان لاقي ياكل اساسا ده حافي. انا عايز اكل جعان عايز اكل جعان. اتفضي تعالي ادفعي. ايه ده؟ العيش ساقع انفخي فيه هو يسخن. الو انت صحيتي يا ساميه؟ ده انت وحشتيني موت. طبعا الليله بقول لك هتتقطعي. على فكره زي ما احنا شايفين دلوقتي سامارتينو الصغير واقف بره و يا بنت اترزع في حته. اولا انت امشي هتعمل جوه على الكنبه. لوحدي؟ لوحدك اه لوحدك. امال هجيب لك سبعه ونسوكي. كنت بنام جنب ابويا. لا بقول لك ايه انت شكلك كده رامي على حنيه. شوفي بقى بنت السباعي. واحد انا ما بنامش جنب حد الا اذا كان اسمه ساميه. اتنين حسك عينك تصحيني وانا نايم هلطش لك. تلاته اوعي تخبطي عليا وانا جوه الحمام هقدرك. خمسه اربعه وانتش فاهمك انت خلاص هلطش لك. سته سته ها اوعي تنسي حرف من اللي انا قلتهم لك فاهمه يا بنت. يا لهوي من تقعد تضغط شويه مش عارفين ننام مش عارفين ننام. بنتي يا حسن انت اللي مين؟ انا اللي مين؟ انت خلفت من ورايا حسن يا ست. خلفت مين؟ دي نسمه بنت السباع الله يحرقها. خشي نامي. انا هقعد معاكوا شويه. بنتي يا حسن دي طنطك ساميه خشي نامي. هو انت باباكي برضه مسافر يا طنط؟ لا متراقب. مش رافع عنه المراقبه. بتتكلمي جد؟ بجد ما انت لو كنت بتسال انا كنت عايز ما تشوف لنا حل. خشي نامي. مش جاي هنا ما هو نقش شويه بس تصوري يا طنط. يا حبيبتي سلامتك. يا حبيبتي ايه ياكش تهاول عايز تتكلمي صيدلي. قومي نامي. وزي ما احنا شفنا القمر الصغنن ده مع عمار القمر دلوقتي لما الكاميرا تجيبها وتشوفوها نتكلم معاها ما شاء الله يعني من اربع سنين دلوقتي بقى عندها 19 سنه بقت زي القمر عروسه كده وامورتي الحلوه بقت طعم وكل الكلام اللي احنا هنقوله ده. انا صراحه مبسوطه جدا ان هي معانا النهارده. هي كان بقى لها فتره مختفيه بس هنعرف منها كانت فين كل ده وكانت بتعمل ايه. مهاميهو عامله ايه؟ نوراني. ده بنوري القمر ده ان انا معاكي النهارده. انت القمر ربنا يخليكي. ازيك يا مها؟ الحمد لله كويسه. بنروح عليكي شويه. مها تعالي نبتدي من الاول خالص. ابتدي ان انت كان عندك ابتديتي ان انت تخشي في عمل فني وابتديتي ازاي ان انت يكون عندك حاجه او ابتديتي ان انت تشوفي ان انت وانت صغيره كده ان انت فيكي لماضه شويه فيكي عند شويه ان انت تخشي تعملي حاجه كويسه بالشكل ده مع كريم عبد العزيز؟ بص انا كنت وانا صغيره يعني انا كنت يعني لحد ما شقيه وصوتي عالي كده وبتحرك كتير هايبر. اه بالظبط هايبر قوي وبفرك كتير. فمامي شافتني فهي ودتني اعمل كاستنج وانا صغيره. فساندرا نشأت شافتني فمتهيألي ده متهيألي ده اللي حصل يعني متهيألي على قد ما فاكره على قد ما فاكره. اه عشان انا فاكره كمان ان انا ابتديت لا صح هو كان اول عمل مع ساندرا نشأت صح. اوكي بس ف ليه خلتني احب ليه خليت السلم والتعبان ولا السلم والتعبان؟ السلم والتعبان لا ليه خلتني احبك صح. لا انا فاكره خلي بالك. بس فعملت ليه خلتني احبك بعد كده ابتديت بقى اللي هو مره في مره في مره يعني بس كده خلاص نزلوا الصوت. لا بس في حاجه يعني غريبه انت كان عندك كام سنه ساعتها؟ اه لا انا اول ما بصي اصح انا نسيت اقول لك حاجه مهمه ان انا اول لما قبل ما ابتديت قبل ما ابتدي خالص كنت عامله يعني كنت عامله اعلانات وكده فاهمه. فانا ابتديت صغيره يعني اللي هو ابتديت اربع سنين فاهمه عملت اعلانين متهيألي بعد كده على طول اللي هو بس اربع سنين ان طفله تقف قدام الكاميرا وتعمل كده وتتكلم والحفظ والحاجات دي كلها كانت صعبه قوي. انت مش فاكره يعني انت فاكره لو انت فاكره يعني من اربع سنين كده وانت عندك اربع سنين فاكره كنت بتحفظي ازاي؟ مين بيحفظك؟ بتتمرني ازاي على التمثيل؟ هو انا فاكره ان انا كنت بتعبهم قوي يعني كنت فاكره ان انا بجد كنت شقيه انا كنت شقيه قوي فاهمه اللي هو كانوا صعب قوي يسيطروا عليا. بس يعني لما كنت بحط دماغي يعني كنت
على طول. كنت بتحطي التارجت كويس بالظبط. بالظبط انا كنت حابه الموضوع. طيب ما خليني اتكلم معاكي دلوقتي لاختفائك، سبب اختفائك ايه؟ هل انت عشتي بره؟ هل انت لسه متواجده هنا؟ هل الاعمال بتجيلك بس انت لسه مسافره بره، لسه جايه مصر فلسه بتشوفي الدنيا ايه، لسه بتختاري؟ هل ولا انت شايفه ان انت عايزه تعملي شيفت كارير ليكي او تعملي يوتر وتروحي لمكان تاني؟ بص هقول لك حاجه، انا يعني هو انا مره واحده لو مره واحده قطعت كده، وبعد كده اللي هو عادي كنت في المدرسه وكل حاجه، واللي هو زي ما تقول اللي هي الفتره اللي هي اللي بتنقل فيها من وانت صغير قوي، الناس شايفينك وانت صغير قوي، الفتره اللي هي بتاعت مثلا 13 14 سنه دي، خلاص بقيتي تينيجر بالظبط كده. ف اللي هو معرفش ما اعرفش ايه اللي حصل فاهم، بس انا ما حاولتش وما حدش يعني، حتى ناس كتير كانت بتقول ان انا اعتزلت. يعني اعتزلت دي لما حاولت تردي على الصحافه او الناس دي، ولا انت متجنبه الموضوع؟ لما ما بتجنب الموضوع يعني انا ما اتكلمتش فيه، الموضوع مش في دماغي قوي ان انا اتكلم فيه وان انا احاول اقول لهم لا انا موجوده وكده. كنت ساعتها يعني كنت كمان في فتره اللي هي 12 13 سنه دي، الموضوع مش في دماغي خالص، زي ما انا وانا صغيره كنت حباه يعني اللي هو بالظبط. فبعد كده جت وسافرت، انا سافرت المانيا فبقالي هناك 5 سنين. تعملي حاجه بره او ولا تعليم؟ لا انا سافرت هناك عادي، كنت دراستي هناك وكل حاجه، وبس سافرت هناك هناك بالظبط. فسافرت سبت مصر مثلا وانا عندي 14 سنه وبتاع ده، ورحت المانيا. هناك لما رحت المانيا بقى ابتدت بقى ناس كتير قوي تاخد صوري، واللي هو تحط صورتي وانا كبيره وصورتي وانا صغيره بالظبط، والناس تقول لي ليه ما رجعتيش تمثلي وكده. فانا اللي هو انا كنت بتبسط ان هم يعني كانوا حبوني مثلا وانا صغيره علشان دلوقتي يبقوا عايزيني ان انا ارجع امثل. فانا حبيت الموضوع دلوقتي اللي هو يعني نفسك ترجعي تاني؟ بس نفسي ارجع صح، يعني ارجع بطريقه اللي هو ما ارجعش ارجع صح. يعني نفسك تعملي ايه؟ يعني ايه الدور اللي في خيالك ان نفسك فعلا ترجعي بيه عشان تعملي بومينج زي ما هي زمان؟ عايزه مش عارفه يعني مش متخيله. بس انا بتمنيه. طيب ايه اللي بتتمنيه؟ انا كنت حابه ان انا ابقى مذيعه. يعني انا حابه ان انا اخش الكارير ده فاهمه. يا ريت. بس انا عارفه انت لو انا اوكورد قوي كده بتكسف، يعني على يعني عكس وانا صغيره ما كنتش بتكسف. لسه كنت راح اسالك السؤال ده حالا. كنت راح اقول لك انت كنت زمان وانت صغيره لمضه وعنيده جدا وشقيه جدا، ايه الفرق دلوقتي؟ لكن دلوقتي وانت قاعده قدامي لحاجه غريبه، واخده بالك؟ يعني بصي وانت بتتكلمي، بصي وانت بتعملي ايه يعني، بصي دلوقتي بقى وانت قاعده، بصي بقى وانت قاعده بقى هنا قدامي، لا انت مختلفه خالص. خالص كيوت قاعده. ومفيش خالص ولا الكلام ده خالص. ايه الفرق؟ ايه اللي خلى او ايه العوامل اللي خلت ان مها يكون في بالها الكلام ده او الشقاوه دي ان هي تروح خالص وتبتدي بقى ان هي تبقى مزمزيل كده وتكبر بقى وتختار بقى الحاجه الصح وتبتدي تكون قاعده كده راكزه كده؟ صدقني مش عارفه. صدقني مش عارفه. لا بس يمكن السفر بره ليه عامل. يعني السفر بره لو انت في غربه في بلد تاني، المانيا اعرف ان هي عمليه شويه ما فيهاش الهايبر اللي عندنا قوي، فيمكن هو ده السبب. دي حقيقه. بصي هو انا اول لما سافرت انا كنت اللي هو وسط اصحابي وعارفه اللي هو يعني اعرف ناس كتير فاهمه. بعد كده سافرت مره واحده فهناك انا ما كنتش قبل ما اسافر ما كنتش بكلم جيرمان خالص. فلما سافرت بقيت لو قاعده عبال لما اتعلمت، فلو كنت هاديه كنت انا ما بحبش احرج نفسي، ما بحبش اقول حاجه وتطلع غلط، لو اتكلم مثلا ويبقى عندي ميستيكس مثلا وانا بتكلم فاهمه. يعني لو ما بقتش قعدت فتره كبيره ساكته كده اللي هو هاديه ما بتكلمش خالص، حتى في المدرسه هاديه ما بتكلمش فاهمه. لغايه ما اتقنت اللغه لحد ما اتقنت اللغه فيهم بقى على طول على طول خلاص على طول فيمكن هو ده العام. بتفكري في الايام اللي جايه انك انت ترجعي تاني للعمل الفني؟ بتفكري تعملي حاجه مختلفه ولا برضو بتفكري ان انت تتقني الاختيار بتاعك؟ لا بفكر ان انا اتقن الاختيار بتاعي، علشان انا في الفتره الكبيره قوي دي انا ما كنتش موجوده، فانا مش مضطره ان انا اكون موجوده، فلو انا عايزه ارجع فانا راجعه عشان انا حابه ان انا ارجع، فعايزه ارجع بالشكل الصح او الشكل اللي انا عايزاه او شايفاه يعني. بس كده. انت كنت عايزه انت بتقولي لنا دلوقتي انت عايزه تبقي مذيعه. تعالي بقى نرجع لورا شويه، انت كنت مذيعه وانت صغيره. انت وانت صغيره ممثله ومذيعه، كانت بتعمل برنامج يا عامر كانت بتستضيف فيه النجوم، كان اسمه نجوم في كي جي 2 تمام، وانت اللي كنت المذيعه، كنت بتطلعي عينيهم. والله انا كنت طيبه خالص والله. لا بتسال بلباقه. لا واحده عارف بجد، واحده عندها 20 سنه في 4 سنين ما تعرفش ايه بتجيب الكلام منين. انا اتبسطت عامه ان انا كان ان انا ما شاء الله يعني انا خدت فرصه زي دي وانا صغيره. وعايزه اقول لك ان في حاجه كمان ما اتعرض يعني اتعرضت، بس كانت على قناه علميه انا مش عارفه القناه بالظبط ايه، بس انا فعلا قعدت فتره كبيره قوي في حياتي في اللي هو سن 11 12 13 اللي هو السن ده.
كنت عملت برنامج علمي كنت بستضيف فيه دكاتره وكنت برضو صغيره كنت بسالهم اسئله بس هو يعني ما اتشهرش قوي علشان كان على قناه عارفه انت القنوات اللي هي قنوات التربويه القنوات التعليميه اللي هي بتاع زمان دي التعليميه 1 2 9 2 والكلام ده. طب انت شايف لما كنت بتستضيف النجوم كان مين اللي كان بيقعد معاكي يقول لك النهارده هتسالي الضيف النهارده كذا او كان ايه التفكير او يعني. كان ايه المذاكره اللي كانت بتتحضر لك قبل الهواء؟ هما كانوا بيدوني الاسئله وانا كنت اللي هو بحفظ الاسئله وبحاول على قد ما اقدر ان انا يعني تجيبي برضو حاجات من دماغك عشان مش انت حافظه صح بالزبط تمام وهما كمان كانوا متعاونين قوي معايا كمان يعني الضيوف اللي كانوا معايا كانوا كيوت قوي كانوا يعني كنت كانوا بيتعاملوا معايا شايفيني بيبي فاللي هو اللي هو كان في لطف نوع من اللطف بالظبط كان بالظبط كيوتنس كده قاعده بالظبط وانا فاكره كمان في حلقه ان دي موقف مش هنساه كان في مواقف كتير قوي مش هنساها زي بقى احكي لنا مصطفى فنان مصطفى شعبان كان قبل ما يجي كان جايب لي برده عارفه انت يعني لعب كتير قوي كده علشان اللي هو يخليني اطلع من المود ان انا مبقاش بالظبط كده لو افك شويه فكان في كتير قوي مواقف كانت حلوه بصراحه طب انت بعد ما كبرتي وبقيتي مدمزال حلوه كده قمر ان شاء الله مذيعه وفنانه جايه وبقوه وانا متاكده ما قابلتيش اي حد مثلا يعني انت مثلتي مع توله يعتبر عبله كامل كريم عبد العزيز منى زكي طلعت زكريا الناس المحترمه دي فمش مفيش اي حد يعني من الناس دي بعد ما كبرتي خالص خالص ولا حاولتي تتصلي بيهم ما انا يعني انا وانا صغيره ما كنتش اللي هو مثلا ما اتصلت ما كنتش بتصل بحد مثلا او صغيره بالظبط كده فلما كبرت خلاص يعني فاهمه اللي هو ما حدش بالظبط لو كان حد هيحاول كانت مامي اللي هتحاول بس مامي يعني لو ما كانتش بتتصل مثلا بالناس والناس فاهمه ما كانش في كونتاكت بالظبط كده فلو لما كبرت خلاص كل حاجه اتقطعت ما اكيد في كواليس كانت بتدور في الاعمال بتاعتك سواء كنت مذيعه وانت صغيره او الافلام اللي انت شاركتي فيها اكيد فاكره بعض الكواليس اللي كانت بتضحك او اللي كانت بتخليك ان انت تطلعي من المود شويه ايه اكتر الكواليس اللي لسه فاكراها لحد دلوقتي ودايما بتقعدي تضحكي لما يجي لك فلاش باك كده وانت لسه في البيت ان انا بجد كنت بجد شقيه ما كانوش بيعرفوا يسيطروا عليا خالص اوكي وساندرا نشأت كانت لو بجد بتوصل لمرحله ان هي تزعق لي عشان اعرف ان هي تعرف تسيطر عليا كده بالظبط كده وفاكره ان كريم عبد العزيز كان برده هو كان في مشاهد كتير قوي كان بيضربني فيها في حرامي في جي 2 كنت بتعيطي كنت بعيط هو طيب قوي حرام فهو هو مش عايز يضربني فاهم بس كان يجي لي بعديها يقول لي معلش ما تزعليش وكده فاهم بس انا اللي هو بقى اقول له لا سيبني وكنت بجد كنت صعب يعني كنت نمروده اللي هو يقول يعني ربنا يكون في عون فاهمه ربنا يكون في عون مامتك فاهمه عشان انا كنت بجد شقيه يعني طب ما يعني انت تيجي تتفرجي دلوقتي على التلفزيون بتقلبي في القنوات وبتشوفي دلوقتي الفنانات اللي قدك في السن واللي كانوا قدك زمان مين اكتر واحده دلوقتي شد قوي انتباهك اللي هو بجد بتقولي دي شاطره قوي او عجباكي يعني بصي انا ما بتفرجش على التلفزيون كتير اوكي بس هما كانوا صغيرين وكبروا ولا عامه في سني دلوقتي عامه في سنك او صغيرين وكبروا اللي انت تحبيه ده اوكي وده اوكي ما اعرفش حد كان صغير وكبر دلوقتي ما اعرفش حد طب دلوقتي قدك بس قدي ممكن في ناس كتير قوي يعني مثلا جميله عوض انا بشوفها عملت الدور بتاعها حلو قوي تمام بالظبط وبعد كده هبته برضو عملت دورها حلو انا اتفرجت على هبته شفت دورها حلو قوي كمان انا مش عايزه انسى حد بس في ناس كتير قوي بتمثل حلو يعني بالزبط. ده كمان يعني. كنت لسه هتكلم معاكي عن الفيلم بتاع سيب ونسيب الافلام دي بتعتمد على ادوار الاطفال والكلام ده ازاي ان انت قدرتي ان انت تصنعي حاجه مختلفه في فيلم سيب ونسيب انتوا يعني عملتوا اعمال في عمرو واكد دي حقيقه دي ايه ده كان بياخد وقت كبير قوي ان هم وطارق عبد العزيز تقريبا اوكي كان في وقت كان بياخد وقت كتير قوي ان هم يجهزوا الحاجات دي بس الاتموسفير كان يعني كان حلو قوي عامه كان حلو انا كنت بحب عمرو واكد قوي يعني هو مين اللي رشحك للدور او مين اللي خلاك ان انت كده كانت على طول كده كانت ماما تاخدك تروح على طول بس كانوا بيكلموها بالظبط كده ربنا هم كانوا بيكلموها وانا اللي هو كنا بنروح نتكلم وهم يقولوا اوكي احنا عايزينها ف طب خالتي فرنسا بقى احكي لي عني شويه عنه شويه يعني طبعا عبله كامل ومنى زكي وكان الدور عارفه اللي هو ايه كان في حاجه كان في حريه وكان كنت انت زي ما بنقول بترضعي في الدور فجبت الحاجات دي منين قولي لي يا مها اتعلمتي الحاجات دي فين خدتي يعني كان في حد بيمرنك ولا انت تلقائي كده من نفسك هقول تلقائي شايله لي موبايل وعامله لي ستايل مثلا هقول تلقائي لنفسي بس هي دي ما كانتش الواي اللي انا بتعامل بيها بره فاهمه يعني دي ما كانش بس
بس ستيل كان تلقائي يعني. فاما كان يقول لي زعق انا كنت بزعق، فاما كنت بتفرج مثلا على حاجات واحاول اتقمص الشخصيه. فبس كان ده اللي بيطلع. ايه اكتر حاجه وحشتك كمها في الشغل عامه من ناحيه الفن او الميديا عامه؟ ايه اكتر حاجه وحشتك عايزه ترجعي كفنانه وترجعي كبشكل الشائي تاني وتبتدي ترجعي لشخصيتك بتاعه زمان تاني، الشخصيه اللي انت متعوده عليها دي، او ان انت عايزه شايفه نفسك قدام شويه ياسمين عبد العزيز المشاكسه اللي هي دايما شقيه حتى لما كبرت في الكلام ده، شايفه ان انت عايزه تعملي حاجه بالشكل ده في الايام اللي جايه كده؟ ان انا اطلع بدور اللي هو يعني مشاكسه وبهزر وكده. وبحس ان انا كمان اللي هو دراما اكتر، عارفه انت اللي هو يعني بعرف فاهمه ان انا اللي هو معرفش كئيبه. لا هو يكون كئيبه. بص اقول لك، كل واحد جواه جزء كئيبه، ده طبيعي في البني ادمين يعني، فده طبيعي. بس انت عايزه اقول لك ان انت نورتينا قوي، وان انا متاكده ان شاء الله يعني وجودك معانا هنا نكون وشنا حلو عليكي كده وتعملي حاجه. بس انت قولي لي قبل ما نقوم نتصور بقى ونختم، انت هتستقري خلاص في مصر ولا راجعه تاني المانيا؟ ما بين هنا وهنا، بس اللي هو يعني هيبقى الاكتر في مصر فاهمه. بس انت ما ينفعش ترجعي، الكنترول روم كله بيقول لك اوعي ترجعي المانيا. الكنترول بره اصلا مستنيك لما تخرجي. لا انا عايزه اقول لمامت مها يا طنط، على فكره مها تقدم لها ناس كتير قوي النهارده في البرنامج، ويعني توابير يا طنط احنا ولا ومها حضرتك كمان بتدعي يعني، بنقول لحضرتك ان في عرايس كده وهي بتدعي. لا والله مش قصدي خالص والله. لا اولهم اولهم المخرج يعني مشان يعني، فهو جاهز هو العربيه بره. معنا بشكرك جدا جدا انك نورتيني برنامج يوتيرن، وان شاء الله ترجعي بقى زي ما انا بقول لسابق عهدك ان انت ترجعي تاني بقى للفن، وترجعي تاني بشكل بقى سواء ان انت كنت عايزه تكوني مذيعه او ان انت ترجعي لفنك تاني. بشكرك جدا انك نورتينا، وان شاء الله هيكون بينا لقاء تاني في الايام اللي جايه بقى في رمضان بقى والكلام ده، عشان بقى ترجعي بقى للشقاوه تاني بقى وترجعي لل ونلعب بقى بالظبط. يلا بشكرك جدا، شكرا جدا. يلا بينا نطلع نعمل كده سيلفي ولا يلا بينا يلا بينا.